نعاودوا هذا دابا كاين عندكم مشاكل داخليه وكاين مشاكل خارجيه دونك بالنسبه للمشاكل بها الجماعه الحضاريه دونك المشاكل الداخليه شنو المشاكل الداخليه هو الماء شنو المطالب ديالكم العاجله الماء يتزاد في الصبيب يتزاد في الصبيب شتو راه كاين الماء ما قلتوش ما كاينش راه كاين ولكن الصبيب قليل الماء الكهرباء كل ما تيتسد الماء الكهرباء خصو يتزاد ركز معايا ركز معايا خصو يتزاد يتزاد والنقل النقل لوحه واش غيدار تما شنو مطلوب في هذيك تصلاح ولا تصلاح يزيدنا النقل ما كافيناش ما كافيناش كميون ما كافيناش جوج كميونات ما كافيناش كميونات خصهم يتصلحوا لان فيهم صداع وفيهم كذا مشكل فريكو هذا غير صالح هذا خصو يخدموا هذوك الكليماتيزور يخدموا خصهم ينظفوا هذيك الدنيا من داك الشيء ديال اللي راه ساخ وداك الشيء راه حشي نعمه راك صورتي وعينتي المكان وكنطلبوا من هذه الشركه انها توفرنا اليد العامله للمسؤوليه ديالها كاين غير جوج خصهم يزيدوا خصهم يزيدوا برافو دونك بالنسبه لبرا انها كتحمل المسؤوليه الجماعه الحضريه نعم. سالت الرئيس اذا ان هذه الشركه اللي مفوض لها التدبير ديال هاد ديال النفايات هذا ماش بالدور ديالها جاو مع سالت الرئيس واش ما قيماش بالدور ولا هي ما قيماش بيه كون قيمه ما يكونش هادشي ولكن ما ربما ما قيماش بيه ما قيماش بيه كون قيمه بيه ما يكونش هادشي نعم جد الروينه دونك الافق ديال هاد الافق ديال هاد الوقفه اللي امتنعتوا فيها على ذبح اللحم وراك شتي العمس انا المشكل اللي كاين الكارثه العظمى اللي كاين عندنا في هاد البطوله راه تقيل لان حنا كيقول لك واحد المثال اهل مكه اضرار الشعبيه اعطيني الاضرار عندنا سمعت الاستاذ الاضرار الماده الاولى الاساسيه المادتين الاساسيين المعرضين للبكتيريا هو اللحم اللحوم الحمراء نعم والحوت صحيح صحيح وراك شتي انه نعم لو كان واحد القيصر وكان المفيض ذبيحه كان ذبحوا سم راه تقليد المواطن علينا واش راه كاينه البيطاري دار شي تقرير في هذا التقرير تقارير من 1990 كيدير تقارير وكان دارها واحد الطبيب من تيدفع التقارير كيدفع الجماعات كيدفع الداخليه ولا فائده وانه البطوار معروف باغي يكون اكري ماشي باغي يكون اكري ولا واحد الطرف من قلتي لي لينزا ياك قلتي لي المكتب البيطاري للصحه مكتب الوطني للصحه نعم. لونسا لونسا يعني فرنسي لونسا ولا واحد القضيه اخرى السي والسيد الله يجزيك بخير راه كاينه تقريبا عندنا 200 الف سكن تقريبا وما ينعز سكن كياكلوا من هذا اللحم منهم حنا ودون الناس ديال الطربيطه وديال الرباط وان خريطه معروفه باللحوم. عن الصعيد الوطني باللحوم بجوده اللحوم الحمراء في اي بوطوار كتلحق تقول لي مركز خريبه يشريه داك الشيء تبارك الله عاطيل ولكن هالفطور عندنا ما كيساعدناش ما كيستجبش مرضنا المرض عينينا الحساسيه وراه سعادة الباشا من يزرنا راه شي عيني مرض نعم راه شي عيني مرض وانت كذلك ان شاء الله شي غادي يضرك ان شاء الله ندير لك مرض ان شاء الله لا 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 المهم اليوم غيضرك ولكن توقع حمور مع المده كاينه واحد القضيه كاينه الحساسيه بعض الاخوان تابوا الحساسيه من هذيك الميكروبات اللي كاينه حرام سي حرام حرام كلمه اخيره سي عز الدين كلمه اخيره حنا باقيين مناضلين في هذه الوقفه الاحتجاجيه مناضلين دابا نتمناو من المسؤولين يديروا لنا خلال هذاك نعم ووقفه عندنا سلميه حبيه كنطلبوا المطالب ديالنا اللي كتهمنا في البطوار من غير ذلك فلا ميساج وصل ميساج وصل وشكرا كنطلبوا الناس المسؤولين شوفوا اقرب وقت اقرب وقت اقرب وقت الله يجازيهم بخير